السلام عليكم أيها المشاهدين، النهاردة هنبدأ حلقة جديدة في برنامج في قناتكم انتر ديجيتال إيرا. في حلقة جديدة النهاردة هنبدأ في لعبة تردس موبايل، واللعبة منزلها بطل جديد اسمه سيا بيجاسوس. هنبدأ من المرحلة الأولانية، وأنا النهاردة اخترت أبطال، أربع أبطال. أول بطل ده دايما بيبقى في المقدمة، يستحمل أي دمج ممكن يحصل عليه، وفي نفس الوقت انت دايما لما بتخش تلعب المرحلة الأولانية بتضطر تستنى، متستخدمش الابيليتيز كلها عشان خاطر تقدر تقتل كل الوحوش في أقرب وقت، تمام؟ ودايما بتستغل الصحة، بطلة الصحة في انك تحافظ على صحة الأبطال كلهم. I'll deal with it. Is this real life? Or is this fantasy?